فاكهة التنين أو دراكون فروت تنمو في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية وتشمل آسيا وأمريكا اللاتينية. تتميز الثمرة بشكلها ولونها الأصفر والأحمر، وتحتوي على 60 سعرة حرارية و14 غراما من الكربوهيدرات وغرام من الألياف وغرامين من البروتين و14 غرام من الدهون. بدأنا بزراعة فاكهة التنين أو دراجون فروت من حوالي 10 سنوات. قيمة اقتصادية رائعة ومردود اقتصادي رائع، خدمة بسيطة جدا. بيبدأ إنتاجها بتعطينا 3 مواسم بالسنة، ممكن تعطينا موسم في بنيسان وموسم بعد شهرين وموسم ثالث بالخريف. الخدمة بسيطة جدا، عبارة عن شوية خلطة يعني لا تتعدى خلطة أي تربة معها، هي قادرة لتحمل درجات حرارة منخفضة تصل إلى الصفر. ثاني شيء ممكن نزرعها على السطح أو أي مكان يستفاد فيها أي مواطن، وقادر يزرع عشرات الشتوت لأنه الإكسار فيها سهل جدا، وحتى الثمار أو إنتاج الثمار سهل جدا فيه. بالنسبة لفوائد الغذائية والصحية شو هي؟ مضادات أكسدة قوية جدا، إضافة للمواد التانية الموجودة فيها. هذا اللي أنا بعرفه عنها، مضادات الأكسدة قوية جدا فيها. يفضل الزراعة في آذار، شهر آذار أو نيسان، هي بعد سنة من الشتول لازم تعطينا ثمار، سنة لحد السنة وثلاث شهور نبدأ بمرحلة قطاف الثمار فيها، لأنه بعد سنة وأربع شهور بتبلش تعطينا ثمار. ممكن تعطينا موسم أو اثنين أو ثلاثة حسب الخدمة، خدمة بسيطة جدا. بالنسبة لأسعارها، الأسعار حاليا عم تتراوح، السمرة بسوريا عم تتراوح من 2000 لل 2500 حتى 3000، عالميا تتراوح السمرة من 8 لل 10 دولار يقال هيك، نحن عم نتعامل عليها هون بسوريا من 1500 حتى 3000 سعر السمرة يعني وحجمها. سعر الشتلي يتراوح من 1500 حتى 5000 أو 8000 ليرة حسب عمر الشجرة. في عندك شتول عليها ثمار، في عندك شتول صغيري، اللي الشتول الصغيري ممكن تعطينا بعد سنة سنة وأربع شهور اللي سعره من 1500 ل 2000 ليرة، بعد سنة سنة وأربع شهور بتعطينا. أما في شتول الكبيري أما بتعطينا بعد 3 شهور، أما ممكن تعطينا فوري اللي أسعارها ب 6000 أو 8000 ليرة. أنا بنصح كل شخص عنده مساحة ضيقة حتى على سطح، لأنه في عندنا مشاريع تطبقت على أسطحة مساحتها لا تتجاوز 150 متر، عم تعطيهم مردود اقتصادي عاشوا منه وعم يدخلوا دخل ممتاز من ثمار. حتى نحن عم نضطر أحيانا نسحب من الثمار لأنه عم ينطلب مننا كمية، ولكن ما موجود. بنصح أي شخص أنه يعتمد على مساحة ضيقة مهما كانت ضيقة أو حديقة يستفاد من الشتول هي، لأنه سهلة الزراعة، سهلة الزراعة وما بدها الخدمة الكتير يعني.